الله يبلغنا رمضان بكل خير. طبعا احنا النهارده جايين عشان اولا نهني الاتحاد العام لشباب العمال على احياءه مره اخرى بعد اكتر من 30 سنه. يمكن الاتحاد العام عليه دور كبير، طبعا كل الشكر والتقدير للي فعلا قدروا ان هم يعيدوا هذا الاتحاد للحياه مره اخرى. بس النهارده عشان نتكلم على الاتحاد في اهم محورين وعنصرين لهذه الدوله وهم الشباب والعمال. ولما بنتكلم بنقول شباب يعني بنقول الرجل والمراه، ولما بنقول عمال يعني بنقول الرجل والمراه. احنا النهارده بنتكلم على اخطر عنصرين من عناصر حمايه المجتمع المصري. شباب يعني هو الطاقة اللي مفروض ان هي اللي هي مع العمال اللي هي تنفذ كل خطط هذه الدولة. يمكن سمعنا كتير جدا من القيادة السياسية ان في قرارات اقتصادية كانت صعبة على المواطن المصري، لكن في هذه المرحلة لازم نؤكد على مجموعة من الارقام. احنا بنقول النهاردة في اكتر من المشروعات القومية اللي بتتحمل الدولة النهاردة إنجازها عشان يكون في مستقبل لبكرة، مستقبل لأولادنا ومستقبل لشبابنا. المشروعات دي تصل إلى أكثر من 15300 مشروع بتكلفة تقارب لأربعة تريليون جنيه. هذه المشروعات اللي إدت النهاردة في 2019 أول البشاير في القرارات التي أصدرها السيد الرئيس بالنسبة للأجور اعتبارا من 1/7 القادم. متهيألي كل ده لازم نبقى احنا عارفين ان بكرة احنا كفيلين بيه، بكرة لازم احنا اللي نقوم بيه. لو ما كانش هيقوم بايدينا يبقى لازم احنا نكون داعمين للدولة في هذه المرحلة. الامر الاخير اللي هتكلم فيه وهحمل المسؤولية فيه لأخويا الأستاذ محمد وهب الله والقيادة اللي أنا يعني شرفت إن أنا